بشير الصعيدي رئيس كتابه المحكمه الفدائيه بيجي. بيجي 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 انطلقت حملات تلقيح مكثفه ضد كورونا في محاكم بيجي، كان تعطينا اكثر تفاصيل على الحمله هذه، كيف ما اقبال ولا لا؟ اولا مساء مرحبا بكم ونشكركم على التغطيه هذه والاهتمام. بطبيعه الحال مش اول مره معناها تصير معناها الحمله هذه اللي هي مفتوحه للتلقيح، هذه المره الثالثه على مستوى المحكمه الابتدائيه باجي. وعلاش اخترنا معناها المحكمه الابتدائيه باجي من حكم اخرى؟ لأن المحكمه الابتدائيه باجي هي معناها فيها التعامل مع برشا من شرائح من المتقاضين، فهمني؟ النسبه معناها مئويه لا باس بها، خاصه في الحمله الاولانيه والثانيه، فهمني؟ وان شاء الله توهم البارح معناها بدات الحمله بدايه من 28 وتنتهي يوم 2 مارس. ان شاء الله نسجلوا معناها بدينا نسجلوا في معناها اقبال معناها متوسط، فهمني؟ حتى ثم هنا في المحكمه فما اجراءات حتى للدخول هنا بس بطبيعه الحال الاجراءات هذيك التوقي معناها التعليمات تاع وزاره العدل معناها، فهمني؟ ما يدخل اي متقاضي الا ما يكون سواء متقاضي ولا معناها حتى من الكتبه والموظفين الا ما يكون حامل لجواز التلقيح. هذيك معناها اعطت نتيجه ومعناها الحمله هذه تندرج في اطار تدعيم ومعناها مجهود الدوله للتوقي من انتشار فيروس معناها كورونا خاصة المتحور الجديد.